هكذا أهل الإيمان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رقى في المعراج إلى السماء فإذا به يلقى من؟ لقي إبراهيم الخليل، خليل الله، حبيب الله عز وجل. فلما لقيه وسلم عليه قال إبراهيم: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، سلم على أمتك. إبراهيم الخليل يسلم علينا، أفلا نرد عليه السلام؟ عليه السلام، عليه السلام ورحمة الله. ثم انظر إبراهيم كيف هو حريص على هذه الأمة، أمة محمد. قال: وأخبرهم أن الجنة قيعان، أن الجنة طيبة وهي قيعان، يعني أرض صالحة للزراعة. ثم قال عليه السلام: قال أخبرهم أن غراسها، يعني الأشجار، من أراد شجرة في الجنة، أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أي ذكر الله عز وجل هو غراس الجنة.